السلام عليكم. بزاف ديال الاصدقاء كيسولوا على الاثمنه ديال هواتف ايفون بون اوكازيو، يعني اللي مستعملين من قبل. اليوم في هذا الفيديو جمعت لكم كاع الاثمنه ديال هواتف ايفون في المغرب، من ايفون 5 اس حتى الايفون 11 برو ماكس. من خاصكم تعرفوا بلي الاثمنه كتختلف على حساب النقاء ديال التليفونات. اليوم انا اعطيكم الاثمنه ديال ايفونات نقيين من جميع النواحي، واهم حاجه الباتري يكون مزيان، مازال فوق 90%. واحد الحاجه اخرى خاصكم تعرفوها، اللي عنده كيفاش يشري ايفون من برا جديد بلا ما يخلص جمارك ولا ترونسبور، يعني عنده شي واحد في العائله برا اللي يقدر يجيب لي هذا التليفون، هذا راه الثمن ديالو جديد تما في برا في متجر ابل ولا متجر امازون، كيكون قريب الثمن ديالو بون اوكازيون مستعمل هنا في المغرب. وحاجه طبيعيه، من الاحسن نشريو تليفون جديد عوض تليفون بون اوكازيون، غادي نتجنبوا بزاف ديال المشاكل. وقبل نبداو كنشكر كل الاصدقاء على التفاعل والدعم ديالكم للقناه، وكنرحب بالناس الجداد اللي اول مره يشوفوا القناه، وما تنساوش تشرفونا بالاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله. وكنعتذر الا طولت عليكم، ويلا نبداو. ونبدا معكم بصاحب التصميم الجميل ايفون 5 اس بمعالج ابل A7، 1 جيجا رام و 32 جيجا في الميموار. الثمن ديالو كيدير 700 حتى 800 درهم، حاجه نقيه. وانا ديجا كنت درت فيديو لهذا التليفون في 2020، يعني ماشي بزاف. هذه الرابط ديالو غنخلي لكم تحت الفيديو اللي حاب يشوفه. الهاتف الثاني اللي معنا ايفون 6 بمعالج ابل A8، 1 جيجا رام و 64 ميموار، الثمن ديالو 900 حتى 1000 درهم. الاخ ديالو او الاخ اللي كبير عليه شويه ايفون 6 بلس بنفس المعالج ابل A8، 1 جيجا رام و 64 جيجا ميموار، والثمن ديالو 1600 حتى 1800 درهم. وايفون 6 اس بمعالج ابل A9 و 2 جيجا رام و 64 ميموار، الثمن ديالو حتى هو 1700 حتى 1800 درهم. والاخ ديالهم الكبير ايفون 6 اس بلس بنفس المعالج اللي في 6 اس ونفس الرام، معالج ابل A9 و 2 جيجا رام و 64 ميموار، الثمن ديالو 1900 درهم حتى 2100 درهم. هاد الايفونات كاملين اللي دوزنا جا موراهم ايفون اس اي بنفس التصميم ال 5 اس وبمعالج ابل A9 مع 2 جيجا رام و 64 ميموار، الثمن ديالو 1200 حتى 1300 درهم. في نفس السنه اللي تعلن فيها على الاي اس اي، اعلنت ابل على ايفون 7 وايفون 7 بلس بمعالج ابل A10، والثمن ديال ايفون 7 2 جيجا في الرام و128 ميموار 2200 حتى 2400 درهم، وايفون 7 بلس بنفس الرام والميموار الثمن ديالو 2700 2900 درهم. في الاخر ديال 2017 اعلنت ابل على ايفون اكس بمعالج ابل A11، واول ايفون بشاشه سوبر اموليد، الثمن ديالو حاليا مستعمل 3 جيجا رام 256 ميموار 5000 حتى 5200 درهم. وفي نفس السنه نزل ايفون 8 وايفون 8 بلس، 8 بلس بمعالج ابل A11 و 3 جيجا رام و 256 ميموار، الثمن ديالو حاليا 4500 درهم. وايفون 8 بمعالج ابل A10 2 جيجا رام 128 ميموار، الثمن ديالو 2900 حتى 3000 درهم. من الايفونات المفضله للجميع ايفون اكس اس بمعالج ابل 12 وشاشه سوبر اموليد و 4 جيجا رام و 256 ميموار، الثمن ديالو حاليا ديك 5800 درهم. ندوزو لخوه ايفون اكس اس ماكس بنفس المعالج ابل 12 ونفس الرام 4 و 256 ميموار، الثمن ديالو مستعمل حاليا 6800 درهم. في نفس السنه نيت نزل ايفون اكس ار بنفس المعالج ابل 12 من شاشه غير ال سي دي و 3 جيجا رام و 128 ميموار، والثمن ديالو بون اوكازيون 3700 درهم. ندوزو لايفونات 2019 ونبداو بايفون 11 بمعالج ابل A13 و 4 جيجا رام 128 ميموار، الثمن ديالو حاليا 6300 درهم. وايفون 11 برو بنفس المعالج ونفس الرام 4 جيجا و256 ميموار 9500 درهم. واخر ايفون واغلى ايفون حاليا هو الايفون 11 برو ماكس بمعالج ابل A13 وشاشه سوبر اموليد 4 جيجا رام و256 جيجا في الميموار، الثمن ديالو 10500 درهم حتى 11000 درهم، ثمن موتور جديد ولا لا؟
كنظن وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا على المشاهده اصدقائي، نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو. السلام عليكم.